ليفرح امك زي ما انت مفرحني دنيا واخره. بقول لها يا اما انت بتبعتي الصوت ده، امك هترجع لنا؟ امي ما رجعتش، امي كسرت قلبنا كلنا. فرحان ان امي ماتت في حته مشرفه ليها ومشرفه لاي حد وبنتباهى بحاجه زي كده، بس كسرت قلبي، كسرت قلبي. الحمد لله يا رب بقضاء الله عز وجل. هي كانت حاسه، كانت بتشعر من جواها ان هي بتشعر. قبل ما تخرج من السكن وهم يطلعوا على عرفات، قالت لمرات خالي، يا مرات خالي معاها هناك اختها، قالت لها ان انا عملت عمره يا ماجده في المره دي. هي عملت عمره 4 مرات، عمره لابويا وعمره لامها وعمره ليها وعمره لحد تاني كده ما ذكرتش اسمه. وبعد كده قالت لها انا هطلع على عرفات ومش هنزل عليه. قالت لها يا ستي ايه اللي انت بتقولي ده، مش هتنزلي ايه؟ قالت لها والله العظيم انا ما هنزل عليه. الحمد لله ربنا كرمها وطلعت على عرفات وخلصت مناسكها ورمت جمراتها وتوفاها الله. الحمد لله راضيين بقضاء الله عز وجل. الحمد لله. وانا نقول لما انا لله وانا اليه راجعون. الحاج متوفي من سنين كثيره جدا، وهي كانت قايمه بدور الاب ودور الام. دور الاب ودور الام، وخصوصا معايا انا اصغر واحد. تقريبا ما قمتش من حضن امي ده من 20 سنه. خليتني انام في حضن امي لحد 20 سنه. امي كانت هي كل حاجه بالنسبه لي. كنت انا اكتر واحد بهزر وبضحك، يمكن ان انا اكتر واحد بهزر في اخواتي هزار ما حدش يقدر يهزره معايا. كنت انا الوحيد اللي ليها كده حاجه مميزه عنها شويه عن اي حد في اخواتي. دي انا حد. والحمد لله لدرجه ان انا قبل ما امي تسافر انا كنت بعمل عمره رمضان اللي فات. الحمد لله كان ربنا كرمني وجالي فرصه سفر ان انا اسافر. كانت والله 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 الراجل اتصل عليا بنفس اللفظ كده وقال لي في خلال اسبوع تكون موجود وهتكون مسافر وتكون معايا. التليفون جاله ليله قدر ليله 27 وانا بصلي والله ليله 27 والله جاله تليفون بفرصه الشغل وفرصه العمل. سبحان الله. فقال لي انا متفائل خير بالشغلانه دي طالما جات لي في الوقت ده وفي اليوم ده. قال له اسبوع وتكون عندي. قال له لا ده انا في السعوديه، ده انا بعمل عمره. قال له خلاص هتنزل امتى؟ قال له هنزل تاني يوم العيد. قال له خلاص معاك اسبوع من تاني يوم العيد وتكون مجهز حالك وتجي ام عشان تسدد دعوه امه وتيجي على الامارات. امي دعت عليا، امي دعت عليا انه ما يسافرش عشان ما يسيبش حضنها. الاقي ما تسافر الا عشان ما يسيبش حضنها. لا حول ولا قوه الا بالله. قلت لها يا امه، قال لها يا امه ده الورق خلص وكل حاجه خلصت. قالت له يا ابني ربنا ما انا مش عايزك تسيب حضن. الامارات كلها غير. يا سبحان والله الله. والله 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 قالت له يا والله انا بدعي انك انت ما تسافرش وانا على سجاده الصلاه. سبحان الله. قال لها تدعي ان انا ما اسافرش تغرقي البلد بحالها، تغرقي الامارات كلها. سبحان الله سبحان الله. لا حول ولا قوه الا بالله. وانت يا استاذ برضك يعني بصراحه كتر خيرك اللي انت استجبت ليها لما قالت لك صالح اختك وروح لها عايد عليها. لو طلبت احساسي ومكالماتها ليا، لو طلبت مني ان انا ادلو على نفسي جاز وولع في نفسي كنت هنفس. لان انا حاسس من تعبير وشها وكلامها. انا امي كنت افتح لايف معاها اقول لها يا امي اللي يكلمك فيديو ما تفتحيش الكاميرا عشان وشك بشوش والناس هتحسدك. ما شاء الله. اقسم بالله اقسم بالله كل ما اكلمها فيديو والله يا أم ما تفتحيش الكاميرا الناس هتحسدك وشك بشوش. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شد ليلك وادعي لها، لا نملك الا الدعاء ليها. الحمد لله ربنا يرحمها ويغفر لها. الحمد لله. طبعا يعني على الرغم من كبر سنها ولكن ما شاء الله كان وشها منور. الحمد لله. عشان كده ده اللي مخلي الناس كلها عملها الطيب بالظبط مع العيل مع الصغير والكبير. والله ما كانش بيسيب حد، فادها ميتين والله الصغيرين، العيال الصغيره قبل الكبيره.